ما كنظنش بانهم اولا معدودين على، لانه لو لاحظتي بانه الان حنا ننتج تقريبا ما بين 20 حتى 23 فيلم سينمائي في السنه، هادو اللي كتنتجهم عن طريق لجنه الدعم وعن طريق المركز السينمائي المغربي، ولكن ينتج واحد المجموعه اخرى من الاعمال السينمائيه اللي كتكون سواء اوتو برودكسيون سواء انتاجات مشتركه. يعني كاين اعمال بالاضافه للافلام القصيره ومخرجي الافلام القصيره اللي هي موجوده، واللي هما شباب واللي هما كيلتحقوا الان بالعمل الانتاجي السينمائي باش يكونوا مخرجي المستقبل. المساله ليست في بعض الاحيان، لانه عندما نتحدث بالتلفزيون هي صناعه مختلفه عن السينما، مختلفه عن طريقتها في اشتغالها، في مواضيعها، في زوايا اللي كانت تناولوا منها العمل التلفزيوني او السينمائي، وبالتالي الاختلاف ايضا هو اختلاف في الرؤى وفي النظريه وفي الفكره. وفي بعض الاحيان هناك من يستطيع ان يزاوج بين هذا وذاك، ومن هناك من يفضل فقط ان يظل في عالمه السينمائي، هناك من استطاع ان يتحدى ذلك وان يتعداه وان يصبح مخرجا في السينما وفي التلفزيون، هناك من فضل ويفضل لحد الان ان يبقى بين ما ينتجه في السينما، ولكن ايضا نجد بانه يشتغل هنا وهنا في اعمال اخرى لا تظهر في بعض الاحيان، تكون ما يسمى بالوصلات الاشاريه التي لا يمكن بعض الاحيان ما كتتوقعش باسماء المخرجين لانها وصلات اشاريه يمكن ان، ولكن بطريقه سينمائيه تشتغل الى غير ذلك. بمعنى اخر التلفزيون له ايضا رجالاته ونساءه، ولديه أيضا من يستطيع أن، لأنه التلفزيون صعب الاشتغال في كسب ثقة الجمهور وكسب أيضا ثقة الناس اللي هم مشتغلين في العمل التلفزيوني، وبالتالي هذه المسألة ليست بالهينة وليست بالبسيطة، يجب فعلا احترام هذه المهنة واحترام هذا العمل التلفزيوني، وأيضا الاشتغال بكفاءة وكفء، واحترام العمل السينمائي واحترام التخصص في بعض الأحيان. هناك من يستطيع وهناك من لا يستطيع. شوف، الاستمرارية معناه أن هناك عطاء مستمر، وهناك إبداع كانت يخرج من القلب وفيه إخلاص وفيه صدق، وأيضا هناك حنين لجيل من الممثلين والمبدعين اللي افتقدناهم ونفتقدهم، واللي باقيين الله يطول في عمرهم والله يشافيهم اذا كانوا مرض. لكن هاد الاستمراريه في الفرجه هي استمراريه ايضا في ربط الماضي بالحاضر، وربطوا لانه هناك اجيال يجب ان تشاهد هذه الاعمال وتشاهد هاد المبدعين المغاربه سواء في التمثيل او في الاخراج او في الكتابه او حتى في التقنيين والتقنيين اللي كانوا عندهم واحد المؤهل من عند الله بعض الخطرات، ولكن ايضا قراوا عن طريق مدارس مختلفه. هاد المساله هي مساله في صالح تطور الاعمال التي نقدم في التلفزيون وفي السينما، في صالحها، لانه من خلال هذه الاعمال التي تعاد ونشاهدها ولا نمل منها هي ايضا محفز لاجيال من الشباب باش تعرف بانه العمل الابداعي يمر بمراحل متعدده، وان الماضي برغم الصعوبات وعدم الامكانيات وقلتها وقله المحفزات الى غير ذلك في ذلك الوقت، ان هذا الجيل استطاع ان يظل وان يستمر لانه كان محبا وعاشقا لمهنته، واكثر من هذا انه استطاع ان يطور ادواته والاليات دياله في الاشتغال سواء في الاعمال المغربيه او الاعمال الاجنبيه، وانه لحد الان لا يزال لديه هذه القوه باش يستمر، والاستمرار اخذها من الصبر، من المعاناه، من الالم، من الحب، من الصدق، من الاخلاص، من التضحيه.
ولكن من شيء مهم جدا، وأن الفن إذا التصق بك ودخل في الأحشاء ديالك لا يفارقك. وبالتالي فالشباب إذا دخل لهم الفن حقا وحقيقة إلى داخلهم وآمنوا به، فغادي يعطوا أكثر فأكثر، وتكون هناك استمرارية، ويكون فعلا فعل نتاع شي كيعطي لشي وشي كيمر الرسالة الآخر. وحنا الأهم هو أنه كجيل وسط ما بين الجيل الرواد والجيل الآن ديال الشباب، خص تكون فعلا نقطة تواصلية وجسر تواصلي حقيقي، باش من خلاله يمكن أننا نعطيه المشعل أيضا للشباب، لأنه هو اللي غادي يضمن إن شاء الله المستقبل في أن يستمر الفعل الإبداعي في التلفزيون، في المسرح، في السينما، في الكتابة أيضا، يكون له ما يؤهله ليصبح عالميا. ومسألة مش مسألة خلل، هو مسألة اختلاف وجهات نظر، واختلاف أيضا الجمهور باختلاف أيضا الفترة الزمنية التي نعيشها. احنا كنا فترة من الفترات ما كانش وسائل التواصل الاجتماعي، ما كانش الانترنت، ما كانش الفضائيات بشكل مريع كيف ما كنشوفوه دابا، ما كانوش تنافسية حادة، كان العمل الدرامي أو العمل السينمائي تتحط في محله لأنه يلائم الفترة التي نعيشها، وبالتالي ديك الفترة يعيشها بحب، بهذا الإخلاص، بهذا الحنين، بهذا المصداقية اللي كانت خلات أنه أيضا يكبر معنا، وأننا نوصله بطريقة الحب والإخلاص اللي كانت نصوب بها. الآن هناك تنافسية، هناك أعمال كثيرة جدا، ونظرة الجمهور تختلف، والجمهور الآن عنده أصبح ولو أنه يشاهد أشياء كثيرة فله اختيارات متعددة، ما بين المحلي، ما بين العالمي، ما بين الفضائيات، ما بين وسائل، يعني أصبح له سكون أبيلون باغا دو شوا، يعني هو في فوضى اختيارية كيفاش غيختار. وبالتالي هذه الاختيارات ديالو كتجي على أساس أنها في بعض الأحيان فيها خص يكون الجودة أكثر، تكون العمل متقن بدرجة كبيرة جدا، لأنه يشاهد، والجمهور المغربي الحمد لله يشاهد بامتياز الأعمال على شكل فرجة عالمية. المسألة ليست هي مسألة تقنيات وآليات وأدوات، هي مسألة ما نقدمه داخل هذا العمل. يعني ممكن أنه لحد الآن بالقطرات راه عندك الآليات والأدوات، ولكن لا تحاول، أنا ما نقدر ما نفضلش أنني نستعملها بذاك الشكل اللي في استعراض عضلاتها، ولكن نقدر نستعمل ما هو أهم، هو طريقة تشخيص هاد الممثلين الرائعين لهذه الشخصيات، حكي القصة، فهموها، اعطاؤها الإضاءة اللازمة لها، حطها في الوسط الحقيقي ديالها وفي الإطار الحقيقي ديالها باش توصل إلى الجمهور إلى غير ذلك. بمعنى آخر، المسألة لا تتحكم فقط فيها الآليات والأدوات، ولكن تتحكم فيها عوامل أخرى كتكون تخرج من الكاتب، من المخرج، من المنتج، من الممثل، من الممثلة، من التقني. إذا كان كل هؤلاء يجتمعون لكي يقدمون عملا متكاملا، فسيكون العمل متكامل وسيصل الجمهور. إذا كان هؤلاء فقط يشتغلون من أجل مسائل لها علاقة بالتجارة وإلى غير ذلك، فسيكون العمل ناقص، لأن وجهة نظر مختلفة، وبالتالي وجهة نظر ما دام كانت مختلفة ستكون ناقصة وستصل إلى الجمهور ناقصة أكثر، لأن الجمهور سيحس بها ويشعر بمصداقيتها أو عدمه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.